وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وقلنا إن الجري معناه تقليل الزمن بالنسبة للمسافة، والجري لون من السرعة. وقلنا أنك لا تدرك من يجري أنه يجري إلا إذا كان جريه قفزا، جري انسيابي ما تدركوش. وفرقنا بين الجري القفز والجري الانسياب، وقلنا في حركة الظل وأيضا في حركة نمو الإنسان، قلنا أنه ما بينموش في آخر النهار بل بينمو في كل أجزاء النهار جزئيا بسيطا من الايه؟ من المزل اللي هو بيزيد. وقلنا كل يجري لأجل مسمى، والأجل هو المدة المحدودة، يا مدة يا زمن. إن أردنا ظرف الزمان قلنا مدة، وإن أردنا المكان قلنا مسافة. طيب يجري لأجل مسمى، ما هو الأجل؟ الأجل إما أن يكون الأجل النهائي لوجود الشمس والقمر، وبعدين تجي إذا انشقت الإيه؟ السماء، وبعدين إذا الشمس إيه؟ انكدرت، وإذا 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 الأجل تظل تجري إلى أن يجيئها الأجل ألا تجري فتكور، إذا الشمس إيه؟ كورت، وإذا النجوم انكدرت. أو أن ذلك تعبير عن عملها اليومي، لأن احنا عرفنا ان الشمس لها مطالع متعددة. صحيح المشرق جهته العامة واحدة، لكن من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، فاذا المشرق وان كان جهة عامة واحدة انما له ايه؟ له اماكن. وقلنا ان في بعض المعابد عملوا طاقات لمطالع الشمس، في مصر طاقات لمطالع الشمس كل يوم تطلع من طاقة، اليوم ده ما تطلعش من الطاقة دي وبكرة تطلع من الطاقة دي، كل يوم لها ايه؟ يبقى كل يوم لها منزلة ولا مش منزلة، وتظل تقطعها ثم تعود مرة ايه؟ تعود مرة الى اجل مسمى، يعني يومي تنتهي. ولذلك احنا بنسميها ايه؟ البروج. الشمس تنتقل في منازل متعددة، احنا بنسميها في الايه؟ بنسميها البروج، برج الايه؟ الحمل، وبرج الايه؟ الثور، وبرج الايه؟ السرطان، وبرج الاسد، وبرج السبيه، مش كده؟ وبرج العقرب، وبرج القوس، وبرج الدلو، وبرج الايه؟ الحوت، كل واحد له ايه؟ له زمن. هذه الابراج بتحدد عمليه الطقس العامه. يعني حراره، بروده، مطر، كل دي بتحددها. لكن اللي يفسد عمليه التحديد المضبوط في الكون العمليات اللي بيعملها الانسان، او العمليات اللي افرض مثلا احنا قلنا ان الهواء هيبقى رطيب وهواء سكسج وهواء مش عارف نسيج، وبعدين حصلت حريقه في غابه. الحريقه اللي في الغابه عملت ايه؟ علشان النار عايزه اكسجين، بتاخد اكسجين الجو ده كله، يقوم لازم يجي هواء له تاني ايه؟ يملأه. ما دام هيجي له هواء يملأه تاني يبقى لازم يجي بشده ولا مش بشده؟ يجي بايه؟ بشده. فتختل المساله وتختل الحسبه نظر التجارب اللي احنا بنعملها، التجارب الذريه اللي بتعمل تفريغات في الجو دي اللي مخليه الايه؟ المساله ما تجيش منضبطه تمام الانضباط على الايه؟ على الابراج. كل ما يجري لاجل الايه؟ هناك بقى الابراج اللي احنا قلناها الاثنى عشر دي اللي بيقول فيها حمل الثور جوزة السرطان، ورعى الليث سنبل الميزان، عقرب القوس جد دلو وحيط، ما عرفنا من أمة السريان. بالتفكير كده واللي بيتابع الجرايد عشان يعرف البرج بتاعه ايه يشوف الهيئة موجودة في الدم. كل يجري لأجل مسمى، يبقى أول آية ايه؟ رفع السماوات بغير عمل، خلاص استواء على العرش، سخر الشمس والقمر، دي آية تانية. كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر. الله، فيه شيء تبرزه القدره وابرز لها، انما له صيانه. له ايه؟ له صيانه. الصيانه دي عايزه تدبير بقى. ولذلك قدر فخلق بالقدره، خلاص، ودبر بقيوميه قائم على امره. يعني كل حال كل يوم هو في ايه؟ كل يوم هو في ايه؟ كل يوم هو في شأن. يبقى اذا التدبير، معنى التدبير يعني ايه؟ وقال فلان دبر وفلان فكر. التفكير
التفكير البحث عن الشيء لإخراج المطلوب منه. انت لما تجيب شوية حبة مثلا غلة ولا حاجة وتفركها بإيدك كده عشان تعمل ايه؟ عشان تطلع الحب. اهو ده لبنة الفكر. الفكر بيعمل عملية بحث ينقب لحد ما يطلع لبنة الأشياء. التدبر يعمل ايه؟ يقولك اياك ان تقتنع بما هداك اليك فكره الآن. شوف هينتج منه ايه بعدين؟ احسن ربما يعينك ويسعفك دلوقتي وبعدين يجيب لك ايه؟ يجيب لك عطب. عطب فيما بعد. الناس اللي اخترعوا الموبيلات الحشريه دي زمان لما اخترعوها قعدوا يفكروا في ايه اللي يموت الحشرات، مش كده؟ الحشرات دي ايه اللي يموتها؟ فاخترعوا الموبيل الحشري. وبعد ذلك بقى اختراع ايه؟ قال لك خلاص ما عدناش هنشوف الحشرات ومش عارف ايه بتاع، واستعملوا الموبيل الايه؟ الحشري. الحشرات نفسها ايه؟ زي ما قلنا زمان بقت كيوفة موبيل. ولا عادتش بتنفع. ليه؟ لانها خدت مناعه منه. ومش دي بس، مش ما نفعتش، وضرت المبيدات اشياء اخرى لدرجه ان الذين ذهبوا على الدنيا بانهم اخترعوه هم نفسهم اللي عملوا قوانين تجلم من يستعمله. يبقى ده ما تدبرش بقى. يبقى صنع الشيء ليعطيه الخير العاين دلوقتي من ما شافش العاقبه ايه، لان التدبر معناه ان تنظر في دبر الاشياء. ولذلك افلا يتدبرون القران، ما تنظرش الى وجهه الايه بس كده، شوف ورا الايه ايه. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ايه؟ صوروا القران. صوروه يعني ايه؟ زي ما تسيب الارض انت كده، صوروه يعني طلعوا منه الايه؟ طلعوا منه الكنوز اللي في، ما تنظروش الى الايه؟ ما تنظروش الى. فاذا التدبر هو اللي يحمي حماقه التفكر. التدبر يعمل ايه؟ يحمي حماقة التفكر. مثلا العيل اللي بينام ما يروحش الدروس ولا يروح الدرس ينام ولا ما يذاكرش ينام ولا مش عارف ايه بتاع ولا ايه، ما تدبرش العقبة. ما تدبرش بس، بلاش عمره في اخر السنة انه يسقط كده وغيره ينجح. مش هنقول تدبر بقى المستقبل وبتاع والنهاية النهائية، لا خلينا في النهاية الايه؟ في النهاية ما تدبرش. في شيء تستسهل انت، ولو تداركته اول الامر لسهلت عليك المؤونة. لما تسيبه يتراكم على بعض كده وكده يصعب عليك المؤونة. ابسط شيء انت في البيوت كلنا بنعمله، طب روح على الحوض كده وعشان تغسل بعد الاكل. بعد الاكل بيبقى فيه بقايا في الفم، البقايا دي بتبقى كسر مش مية سايلة، لو سايلة كانت نزلت. انما ما دام حاجه لها جرم كده وكبيره تبقى لسه لازقه في الايه؟ البق، وتقعد تتمضمض. انت لما تتمضمض وتتمضمض في الحوض ساعه، عمليه سهله وخلاص، وتحط الحنفيه في الميه وتمشي بال، ما انتش عارف دي بقى لما يجي في البتاع اللي تحت دي يترسب الحتت دي تسد الايه؟ وبعدين يجي يوم تلاقي الحوض مسدود وتقعد تربك البيت كله. الله، انت استسهلت العمليه بما ما تدبرتش عمليتك ايه؟ لكن لو انك انت عملت مصفى رقيقة عشان تحوش الحاجة اللي لها سمك، ما تنزلش في الرز، القطع الطعام، قطع اللحمة اللي بتبقى باقية، كل الحاجات اللي بتبقى باقية دي وترميها في، اقول لك انت ما تدبرتش. ما تدبرتش ليه؟ لانك انت نظرت الى تسهيل المهمة انك عملت الحنفية كده وراحت نازلة. ما هي البلوعة اللي انت عاملها ملهاش مصفى دقيقة بحيث انها تسيب دي، وانت فاهم انها هتنزل تحت، لا ده هتنزل في البتاعه التحتانيه اللي عاملينها بتحوش الثقل دي وتروح مترسمه مترسمه مع بعض، يبقى ما تدبرش. يبقى اذا الفكر بيفكر عشان يبحث عن المطلوب، بس تشوف المطلوب ده يؤدي لك المطلوب ولا يجيبش ليك ضرر، اهو ده بقى ايه؟ التدبر. التدبر ده احنا بنسميه صيانه الاشياء. صيانه الاشياء. يدبر الامر. يفصل الآيات. احنا قلنا معنى يفصل الآيات مش يجيب آية كده عامة زي ما قلنا اللبس اللي بيجيبوه في الجيش ولا في البتاع، ايه البدلة يدوها لي وبعدين يقعد يجي يلبسها لها طويلة وقصيرة وضيقة وواسعة وبعدين يروح يقيفها، لا هو بيدي كل حاجة ايه؟ بالتفصيل تبقى ما تنفعش. ولذلك احنا لما يجي واحد يستفتينا في فتوى مثلا يقعد يحاورني على اننا نفتيه باللي في نفسه.
بيقول له يا عمي احنا ما عندناش فتاوي تفصيل، احنا عندنا فتاوي جاهزه، انت اللي تجيب مقاسك على الفتوى، مش الفتوى تيجي على مقاسك انت، كل شيء جاهز فيه شر الا الفتوى، فتوى جاهزه ما لناش بقى، ما بنفصلش فتاوى. يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. لو ان المساله حياه تنتهي كانت بقت سهله، قد احنا نعمل اللي عايزينه ونقول لك هنموت ونروح ونعمل ونقول لك، لكن في لقاء اخر، لقاء اخر حينبش فيه كل ايه؟ كل تصرف، وبعدين تشوف الاعمال، وقدمنا الى ما عملوا من عمل وكانوا ظنهم صالحا جعلناه اباء ايه؟ اباء منصورا. الله كرماد اشتدت بين ريح في يوم ايه؟ في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على ايه؟ على شيء. يبقى اذا تعمل العمل وانت موقن بان هذا العمل لا ينتهي بزمنك في الحياه الدنيا، وانما له اثاره في حياه الايه؟ باقيه. فانت عندك هنا راحه موقوته وتعب ايضا موقوت، لكن في الاخره راحه غير موقوته وتعب غير موقوت. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. آية من الآيات اللي هنا وكأي من آية، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، مد الأرض، المد معناه امتداد الشيء، يعني الشيء اللي قدامك كده بعدين تلاقيه ايه؟ ممدود. الناس بتاخد المد بمعناه البسط، لان ده البسط تابع للمد، ولذلك وقفوا مع بعض بقى العلماء يقول لك مين اللي قال ان الارض كرويه؟ الارض ايه؟ الارض مش كرويه، الارض مبسوطه، لان ربنا بيقول هو الذي مد الايه؟ مد. طب افهم كلمه مد اولا، وافهم كلمه الارض، ما هي الارض؟ هي الارض اللي فيها دلوقتي، ولا الارض اللي فيها زميلي، ولا الارض اللي فيها مقابلي، ولا الارض اللي في الشرق، ولا الارض في الغرب، اي ارض هي؟ يبقى لازم تطلق على كل حته في الارض. على الاول انت واقف هنا، قد تسير شمالا الى القطب وجنوبا الى القطب الجنوبي، وتيجي تمشي كده بحط خط الاستواء، واللي مقابلك برضو هناك، تبقى معنى مد الارض انك ان وقفت وتقدمت وجدتها ممدودة امامك، ملهاش سير ولا حافة تنتهي ليه، فلو انها كانت مبسوطة لكان لها ايه؟ نهاية، يا مثلث يا مربع يا مستطيل، يبقى لها حافة ولا لا؟ مفيش حد وصل لحافة الارض وبعدين قال له وعد تقدم بقى هنا زي الهوا، مفيش. الله، يبقى ما دام ملهاش حافة يبقى مش مبسوطة. فإذا جيت في أي نقطة من نقط الأرض ومشيت تلاقي الأرض قدامك، تلاقي أرض، افهم أن أنت على خط الاستواء أهو، امشي على خط الاستواء، امشي هتلاقي أرض، تمشي تلاقي أرض، تمشي تلاقي أرض، تمشي تلاقي أرض، تمشي تلاقي أرض، تمشي، وبعدين تلاقي جيت في الحتة اللي أنت بدأت منها، تبقى الأرض ممدودة ولا لأ؟ تبقى ممدودة غير محدودة، ما تكونش إلا إذا كانت مكورة. لا تكون الا اذا كانت ايه؟ بحيث ان مشيت تبع خطوط العرض تنتهي اليها، وحسب خطوط الطول برضه تنتهي اليها، يبقى ما فيش سد الارض كده قال لك لا ده ليه بحيرة الارض واوعى تنطقع في الهواء، لا ما حصلش، هتقعد كده ايه؟ تمشي. ولذلك هو الدليل ده اللي كانوا بيستعملوه قبل العمليه بتاعت التصوير الجوي. التصوير الجوي لما صور الارض اتصورت لانها ايه؟ مكوره. قبل كده كان يقول لك انك اذا سرت من مكان وظللت متجها فيه الى الامام تصل الى المكان الذي بدات فيه، وما دام تصل الى المكان الذي بدات فيه تبقى ايه؟ تبقى لازم ايه؟ مكوره. يبقى المعنى والارض مددناها، اي كل ما مشيت تلاقي ارض قدامك، كل ما مشيت لا يكون ذلك الا اذا كانت ايه؟ إلا إذا كانت مكورة. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. وجعل فيها رواسي، رواسي جمع راسي،
ووسع يعني شيء ثابت اللي هي ايه؟ والجبال ارسالة. يبقى الرواسي يعني هي الايه؟ هي الجبال. والجبال ارساها جي في اية تانية ما هو مرة يدي الحكم ومرة يجيب الحكم وعلم في الحكم. هنا الرواسي بس. انما في اية تانية يجيب علم كونها رواسي. وجعل فيها رواسية ان تميد بكم. ان تميد اي تضطرب بكم. يعني مفتلات. او يبقى مرة يجيب الايه؟ الحكم. ومرة يجيب الحكم ودليل الايه؟ ودليل الحكم. ودليل الحكم في موقع يجب ان تستصحبه في كل موقع خالد من الدليل. ساعة ما تقول ايه؟ رواسة. نيجي بقى. بس عشان ما تلبش عشان ما تضطربش. يقول له ايه ما تضطربش. ليه؟ ام قال لك الارض دي لو كانت مخلوقة على هيئة الثبات ما كانتش عرضة للاضطراب. انما اللي خلاها عرضة للاضطراب ايه؟ انها متحركة. انها ايه؟ متحركة. يبقى مدام رواسي لألا تميد بكم يبقى معناها ان هي حركة. لولا هذه الرواسي كانت ايه؟ كانت تميد. الرواسي شيء رأسي ثابت. طب افرض احنا عمالين دلوقتي نقطع في الجبال. ليه الجبل ده فيه جرانيت والجبل ده فيه رخام والجبل ده فيه اورانيوم والجبل عمالين نقطع في الجبال وننقلها الحتة التانية. قال لك خد بقى علشان تعرف حكمة الخالق في حين خلق وحكمته حين دبر. ايه الحكاية؟ قال لك انت الارض لها محيط ولها مركز ولها اقطار. ما دام لها محيط ولها مركز كل ما تقرب من المركز كل ما تضيق. لو انت خدت البطيخة وخدت الكرة بتاعت القشه وقشرتها تطلع كرة تانية من الاحمر تاخد برضه ايه منه. كل ما تنزل تلاقي ايه كرة صغيرة الاقطار بتقل. قال له المحيط اللي هو موجود حول حول الارض هو ده ايه الغطاء الكثيف اللي عامل ايه زي قشد البطيخة. انما جواه اشياء كثيرة جدا. الاشياء الكثيره جدا منها ما هو صلب ومنها ما هو سائل. مش كلها صلبه. ولذلك يقول لك في انصهار في جوف الارض. ولذلك كل ما تنزل تلاقي حراره. ما دام كل ما تنزل تلاقي حراره دي تدلنا على ان لما بيحصل بركان والبركان بيطلع منه بيطلع ايه؟ بيطلع سوائل ولا مش سائل؟ عمل سائل كده. يبقى ده من جاي منين؟ إيه؟ ومحرق ولا مش محرق؟ أم قال لك ايه؟ اهو اللي عامل التوازن. ليه؟ قال لك لان كل شيء مستدير يتحرك في عمليه بنسميها في علم الحركه عمليه الطرد الذاتي. طرد الذاتي معناه ايه؟ هات بطيخه وحط عليها حته عجينه ولا حته حاجه كده ودور البطيخه. لازم البطيخة تطرد الحاجة اللي عليها. ليه؟ قال لك لأن الحاجة اللي عليها دي بقت فيها كثافة وثقل على الحتة لحد المركز. وهي لازم تكون متوازنة حاجة واحدة عشان تدور. إذا أنت لو خدت قطاع من الأرض زي ما بتاخد قطاع من البطيخة كده واخد من المحيط لحد المركز وخدت من المقابل قطاع زيه ووزنتهم يطلعوا قد بعض تمام. ان كان فيه مي ان كان فيه حديد ان كان فيه زلف ان كان فيه رمل كله. ليه؟ قال لك لانك لو نقلت حته جبل وعمال تاخد منه رخام وتاخد منه جرانيت خف من هنا ولا ما خفش؟ خف من مكانك. انما هيرجع في مكان تاني ولا لا؟ ولو هو ماشي في العربيه هيتوضع هنا ويتوضع هنا ويتوضع هنا ويتوضع هنا ويتوضع هنا. لما يتوضع هنا ولا تكونش باطن الارض فيه سيوله. لما يتوضع هنا يقوم السائل تحت يروح على الحته بتاعته اللي كانت زمان. يقوم عشان يدي ايه؟ يدي التوازن. لو كانش قال التوازن كانت العمارات اللي انت شايفها دي كانت وقعت من دوران الارض. يبقى لما بتبني عماره في مكان طول ما انت زودت الثقل على المكان ده. طب وانا جبت الحاجات دي منين؟ انا جبت التراب والرمل والزلط من حته تانيه. هي خفت هناك. ايه؟ وتقل
تقلت هنا، لما تتقل هنا تروح السائل اللي تحت ايه؟ يروح لحد هناك بالاستطراق يعوض الايه؟ يعوض المسألة. عملية بقى العلماء يدوكوا فيه ويدوخون فيه وربنا ايه؟ يحلها لهم. يدبر الامر. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي. الرواسي والجبال ده مش بس عشان تمدش، لا ده فيها حاجات احنا دلوقتي بنستنجد بيه. الارض الخصبه كانت بتنزل علينا وبتدينا قوت ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، وكانت الصحاري والجبال مهمله. لما الارض بقت مهمله نبتدي نعمل ايه؟ نروح بقى على الجبال ونطلع فيها العناصر والمواد ومش عارف ايه، ونصدر ده عشان نجيب قمح ونصدر. الله، الصحاري اللي كان زمان الناس قاعده فيها تلهف من العطش ولا تجد فيها شجره واحده، يقول لك ربنا يروح بفجر فيها عيون بترول. الله، يبقى اذا كل قطاع من الارض فيه خير مساو لاي قطاع اخر في الارض، بس كل واحده لها زمن، دي تطلع النهارده ودي تطلع بكره ودي تطلع بعده وتطلع بعده. ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى في الجبال، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها، اهي الرواسي اهي من فوق، وبارك فيها وقدر فيها اقوتها. الله، شوف الجبل اللي انت بتشوفه دي مخزن قوت، مخزن قوت، مخزن قوت، اما مباشر واما غير مباشر. اما غير مباشر فان احنا النور اللي جاي لنا ده، المطر بيجي من عندنا احنا، ده بيجي في حتت ثانيه. شوف المطر اللي بيجي في الحبشه ده قال يجي لنا احنا مين؟ ويمكن هم ما عندهمش زرع واحنا عندنا ايه؟ واحنا عندنا زرع. الله، جايين من هناك. قال لك وهو جاي بينزل على الجبال فبيفتت الشمس بتشقق الجبل السطح من فوق، يقوم نازل الغليه منه وينبرد وهو نازل كده، يجي من الطبي بتاعه الحلو ده، الطبي بتاعه الحلو ده يجي على الاراضي عندنا ويقوم يزرعه ويطلع لنا منه الزرع. يبقى مخزن القوت الاساسي ايه بقى؟ الجبل. ولذلك قلنا زمان انك لو وصلت الى الجبال والوديان تجد عمليه عكسيه. الجبل بيبقى كده مش كده؟ اهو اعلى ضيق وتحت قاعدته ايه؟ واسعه. طب تعالى بقى للوادي، ادي جبل ثاني اهو، يبقى الوادي اهو، يبقى راسه فين؟ وراس الجبل فين؟ يبقى راس الفضاء في الوادي اسفل، وراس الجبل في السنك الكثافه اعلى. لما ينزل منه الغير يمدين بتاع الهدم ينزل يعمل ويروح فين؟ يروح في الوديان. الوديان تزيد والقمم ايه؟ تنقل. الوديان تزيد خصوبه على قد ما السكان ايه؟ يزيد. كل يوم القمم تتناقص والوديان ايه؟ والوديان ترتفع. طيب، وقد يكون قوتا غير مباشر بالمواد اللي احنا بنطلعها من الجبال دي، وبعد ذلك نصدرها ونجيب بها قوت، نجيب بها ايه؟ نجيب بها قمح، نجيب بها ذره، نجيب بها اي ايه؟ اي حاجه. اذا قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. طب قل بارك فيها في ايه؟ في الجبال. قال لك في الجبال لانها اقرب حاجه. وقدر فيها ايه؟ قوته. او في الارض. ثم الجبال في الارض ما تعود اليها كلها ولا لا؟ وقدر فيها كلمه وقدر فيها ايه؟ اقوته. طب وين يعني قدر؟ قال لك ايه؟ لان القدره عايز استمراريه استبقاء للحياه. فلو ان الجبال دي هشه ونزل عليها المطر ايه؟ كان يعملها مره واحده ويخلي الارض زي ايه؟ والارض تقعد تزرع لها 10 سنين الطبقه الفوقانيه ما يبقاش فيها ذرات، يقول لك لا ده انا حدها لهم بقدر. الحراره والرطوبه تخلي الجبل يتشقق شويه من فوق، وبعدين المطر ينزل ياخد اللي الشقق ده ينزل يبرده، وكل سنه بالشكل ده شويه 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 عشان تبقى ايه؟ فيها استبقاء للايه؟ للحياه. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي رواسي وانهارا. شوف بقى، شوف الجمع بين
الرواسب دي شيء ثابت كده، شيء البتاع وانهار ميه سايله. ولذلك لما يجيب لك الدبين، الدبين ده سائل استتراك. ولذلك لما بيبقى موسى ضرب البحر بالعصا عمل ايه؟ قال فكان كل فرق كالطود العظيم. الله بقى في الميه جبل، قال لك ايه هو اللي خلق الاصنام كل. وانهار وجعل فيها رواسي وانهار. النهر ده عاده يطلق على العذب دائما، واذا اطلق على البحر يبقى بالتغريب، مرج البحرين يلتقيان ايه بينهما برزخ لا ايه لا يبغيان. يبقى معنى كلمه نهر معناه انه ايه انه يكون عذب. ومن كل الثمرات، شوف رتب الثمرات على ايه، على انهار. لان الثمرات عايزه ميه مش كده، وعايزه غير يعني الارض خصوبه، يبقى من الايه من الجبال. يبقى دي ترتيب طبيعي ولا مش طبيعي؟ يبقى ترتيب طبيعي. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا. وكلمه بقى مد الارض بناخد منها ان الارض ممتده، اللي تضيح به الحياه في مكان ايه يخطح يلاقي ارض. فارض الله ايه واسعه مش كده، ارض الله ايه ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وممتدة قدامكم ما مش فيها يعني ما مش فيها حواجز ولا قوة خاطئة إيه؟ والفساد اللي في الكون ماشي من إيه دلوقتي؟ فساد اللي في العالم، فساد السياسات، فساد الاضطرابات، فساد الثورات، كل دي فساد الاجتماعي ماشي من إيه؟ من إن إحنا عايزين نعوق مد الأرض. ساعتين باجي أطلع من مصر وبتاع ليبيا يقول لي إيه وهتتحرك نضربك بالنار. وبتاع السودان يقول لك اوعى تحتلني وبتاع الارض. يبقى اذا بيعرضوا ايه؟ بيعرضوا حكايه مد الارض. مد الارض ده كان مفهوم كما قال الحق في سوره الرحمن والارض وضعها سخرها واخضعها لمين؟ اي ارض؟ طب واي انام؟ يبقى الارض كل الارض للانام كل الانام. فإذا لم يتحقق المد القرآني سيظل العالم في صراع. لو أن الأرض في بلاد مش لاقين اللي يعمرها، يبقى بلاد بتشكو إيه؟ من إيه؟ من إنها مش لاقية أرض بلا رجال، وفيه رجال بلا أهو إحنا مثلا رجال بلا أي أرض، وفي أماكن تانية أرض بلا أي أرض. إيه اللي عامل دي؟ الحوادث اللي إحنا عاملينها. مش الارض وضعها للانام كله، الارض كل الارض للانام كل الانام. حين تحل هذه القضيه كما قلنا في الامم المتحده، انتم كنتوا عايزين تنجحوا حققوا المبدا والارض وضعها للانام. ان كنتوا عايزين العالم يرتاح اعملوا العمليه دي، اللي تضيق به المكان ده يروح مهاجر، ما تعملوش العوائق وتعملوا الدوش دي. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات. الثمرة هي الغاية من أي زرع. الثمرة الغاية من إيه؟ من أي زرع. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. لما يكون تقول رجلين اثنين، طب ما رجلين كفاية، ما دام رجلين هي نفسها مثنى اثنين. قال لك لا، لأن في الاستعمال قد يستعمل الزوج ويراد به شيئان. اديني زوج أحذية، الدقيق في التعبير اديني زوجين، يعني فرد يمين وفرد. لأن كلمة الزوج مفردة بس لا تستعمل إلا في شيء له مثل، ما تستعملش إلا في شيء له إيه؟ له مثل. يبقى هي مفردة انما لازم نستعملها في شيء مش زوج، يعني العدد الزوجي زي ما بنقول الزوج جاء من ايه؟ عدد فرد وعدد ايه؟ وعدد زوج. يقول لا، الزوج مش اثنين، الزوج فرد بس له مثيل مثله. ففي الاحذية يبقى فرد يمين وفرد في الانسان ذكر وايه؟ وانثى. الله، كل حاجة من كل شيء خلق، ومن كل شيء خلقنا ايه؟ زوج. والآية بقى اللي تدلنا على أن المعنى ده صح في قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثمانية أزواج. كم زوج؟ ثمانية. من الضأن اثنين.
ومن المعز اثنين، وبعدين هيقول ايه ومن الايه الابل اثنين ومن البقر اثنين. ايش اجمعهم بقى كده؟ ابو بقر ومعز وابل وبقر اربعه، لكن هو بيقول ثمانيه ازواج، يبقى كل واحد من الاربعه ايه؟ اثنين زوجين، زوجين اثنين. والا لو كانت بقى ثمانيه ازواج يبقوا كم بقى؟ شفتها؟ لا دول اربعه، الضأن في التفصيل ثمانيه ازواج، دي في الاجمال. هات التفصيل، من الضأن اثنين، من المعز اثنين، من الابل اثنين، من البقر اثنين، يبقوا كام؟ اثنين في اربعه بكام؟ بثمانيه. يبقى ما دام اثنين في اربعه بثمانيه، يبقى الزوج يطلق على الاثنين ولا على واحد بس؟ على الواحد. زي توأم، الناس تفهم ان توأم يعني ايه؟ مثل ما التوأم هو واحد معه مثله، يبقى لما تجيب لي اثنين تقول ايه؟ توأمين او توائم، ما تقولش للتوأم يعني الاثنين، لا هو واحد بس، بس معه ايه؟ زي الزوج ايه؟ زي الزوج تمام. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات. لا احنا نسينا نقول في حكمه الانهار، انهار اذا استعرضت كده انهار الدنيا كلها تجد الانهار مجاريها دائما تشد في بحار، يبقى دليل على ان منسوب النهر اعلى من منسوب البحر. ليه؟ قال لك لان نواته يقول يطغى ماء الايه؟ على النهر. تقول لما نيجي نشرب ما نعرفش نشرب، لما نيجي نزرع ما نعرفش نزرع. يقول لك ايه؟ يبقى اذا الماء العذب اللي له مهمه ثانيه غير مهمه الماء الملح لازم نخليه هو العالي، عشان العذب اللي ناخده لزروعنا ولشربنا وناخده والباقي يبقى يروح فين؟ في الايه؟ في البحر. ولذلك علشان تعرف الحكمه دي يقول بينهما برزخ لا يبغيان. ومن العجيب ان البرازخ معموله على هيئه الانسياب. ازاي؟ مش جينا عند البحر كده وعملنا عملنا جدار 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 طويل عادي كده عيد العمودي؟ لا ده من سالم، تلتفت تلاقي الشط كده سنتي ميه، وبعدين تقدم الخطه بقت سنتين، بقت ثلاثه، بقت اربعه، بقت خمسه، بقت مش عارف ايه، دي كلها دعاء. لانك لما تحب تبني حائط سد بتعمله ازاي؟ تعمله عريض من تحت؟ دي بالشكل ده، شوف بقى قد ايه. لو اتعمل جدار كده يبقى ضرب الميه في انما ده ضرب كل ميه في جزئيه بسيطه، ده سنتي وده 2 سنتي وده 3 سنتي لحد ما ينزل في الايه؟ في الغريب. ومع ذلك اذا جيت عند على الشط ده اللي فيه ميه مالحه وحفرته يمكن تلاقي ميه ايه؟ طب ما فيش، ده الميه استطراق ورمل، ازاي دي؟ قال لك اهي دي بينهما برزخ لا ايه؟ لا يبغيان. وتروح تتعجب تلتفت تلاقي على بعض، مثلا في العريش، رحنا في العريش لقينا على الشط النخيل، والنخيل ده بيسقط الماء، ازاي ده بقى ربنا عامل فيه خاصيه انه ياخد يلوه جداول عذبه؟ بس جعله ايه؟ سلكه ينابيع في الارض. فسلكه ينابيع في الايه؟ في الارض. ولما في الفلاحين عندنا يدقوا ترمبات، يقول لك ده ترمبة فلان بقى ميتها حلوة وتقول لا ميتها حد او لا ايه الافاية دي؟ طب من تحت مختلطين بقى الوزن؟ لا ده مسارب شعيرات كل حاجة مماثورة. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يبقى اثنين عشان تؤكد الايه؟ يعني ان الواحد اسمه ايه؟ زوج. يمشي الليل النهار، يمشي الليل النهار. الله، يبقى اللي كان الاصل موجود ايه؟ شوف كده النهار، وبعدين عمل ايه؟ يغطي النهار بمين؟ يمشي يعني ايه؟ من الغشاء، غشاء يعني غطاء، يعني يجي ظلمة الليل تيجي على الايه؟ على النهار. ومرة ثانية يقول فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. الله، مرة يجيب الليل يغشيه على النهار، ومرة ايه؟ يمحو آية الليل ويجعل آية النهار ايه؟ مبصرة. وهي دي اللي قلناها زمان، وجعل الليل والنهار ايه؟ خلفة.
خلفة. الليل والنهار ايه؟ خلفة. خلفة يعني ايه؟ ما هو يغش الليل والنهار يبقى الليل هيخلف مين؟ طب فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، يبقى مين خلف؟ يبقى النهار خلف الليل. يبقى مرة ايه؟ النهار يخلف الليل ومرة الليل يخلف الليل. طيب عال قوي، احنا دلوقتي بنشاهد العملية دي، احنا مثلا بالليل دلوقتي وبعدين النهار حيجي، صحيح ده صح. انما طب في اول خلق الاشياء، اول ما خلق الله الكون، ما دام الليل ربنا جعله خلفة يعني يخلف ايه؟ طب وربنا جعل النهار وخر خلفة يبقى يخلف ايه؟ طب هات بقى في اول خلق كده، اول خلق الكون وجد اول وبعدين التاني خلفه، ان كان الليل اتوجد الاول يبقى صحيح النهار هيجي يخلف الليل. طب وكان النهار الاول يبقى الليل هيجي يخلف. طب في الاول كده الليل الاول يبقى النهار هو اللي هيخلفه، انما الليل ده هو ما خلفش نهار، ده ابتداء. هو بيقول الليل والنهار ايه؟ الليل والنهار خلفة، يبقى الليل خلفة والنهار. فإذا نظرنا إلى الآن ده صحيح، إنما لو ردناها بقى إلى الأصل الأول، إن كان الليل سابق يبقى ما بقاش خلفة، ما خلفش نهار لأنه ما كانش فيه نهار. طب وإن كان النهار هو السابق الأول يبقى هو ما خلفش ليه والليل هيخلفه، يبقى النهار والليل مش خلفة. لكن آية ربنا يقول الليل والنهار إيه؟ فكل ليل خلفة لنهار وكل نهار خلفة لليل. وده كلامنا صح دلوقتي لما نشوفه. انما طب في اول الخلق نقول لازم الايه تصح، ان في اول الخلق ايضا الليل كان خلفه والنهار خلفه، لا لازم تكون كده. طب دي ازاي؟ قال لك اسمها دلائل الالتزام. لو ان الارض مبسوطه وربنا خلق الكون، ان كان قد خلق الشمس مواجهه للسطح يبقى النهار اتولد اولا، وبعدين تغيب الشمس عن السطح يبقى يولد مين؟ الليل. طب وان كان خلق الشمس غير مواجهه يبقى يجي الليل اولا وبعدين تواجه فيجي النهار، مش كده؟ الله. تبقى اذا يا ليل ليه ما يخلفش نهار، يا نهار ما يخلفش ليه؟ وهو قال ده خلفه وده خلفه. يقول لا يمكن ان يكون الا ان يوجد معا في وقت واحد فتدور الارض، فاللي كان نهار بقى ليل واللي كان نهار ليل بقى نهار وهكذا، من اول وجود الليل والنهار ومن اول وجود الشمس والايه والارض. ولذلك هي في سوره ياسين بيوضحها شويه، يقول لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ولا الليل. في عرف العرب كانوا فاهمين ان الليل هو اللي سابق وبعدين الشمس تطلع. ليه؟ قال لك لانهم كانوا يؤرخون الشهور بالقمر، فيدخل الشهر بليله لا بنهاره. هو رمضان بيدخل بالنهار ولا بالليل؟ يبقى الليل. يبقى اكيد الليل هو ليه؟ في الليل الاول. فقال لهم لا، ولا الليل سابق النهار، انا معكم في ان النهار لم يسبق الليل، لكن مش معاكم في انكم تعتقدوا ان النهار ان الليل ولا الليل ايضا سابق النهار. طب يا رب لا ده سابق ولا ده سابق، يبقى ازاي يكون اثنين اتوجدوا وقت واحد؟ وهذا لا تكون الا اذا كانت الارض مكوره، فما واجه الشمس كان نهارا وما غابت عنه الشمس كان ليلا، وبعد ذلك ذلك يخلف ذلك ويكون موجودين في ان واحد. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، بس الثمرات ده كل شيء في الوجود مكتوب له أن يتكاثر لازم يكون زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين، فسبحان الذي خلق الأزواج كلها. الله. يبقى اذا كل ما يتكاثر لازم يكون في ايه؟ زوجين. كنا نعرفها زمان في الاشياء اللي هي في النبات، وكنا نعرفها في الايه؟ في
في الحيوان. في النبات كنا بنلقح النخلة بالذكر ولا لا، وفي الحيوان بنخلي الفحل يخص بالأنثى كلها. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومما لا تعلم. وبعدين العلم علمنا أشياء، فجيت الكهرباء لازم سالب ونوجب عشان توجد شرارة وتوجد مش عارف ايه، وبعدين تلاقي ما لازم على الإلكترونات ونجم الله بتاعت الذرة. إذا كل حاجة فيها تكاثر لازم يجي فيها ايه؟ فيها زوجين. يبقى سبحان الذي خلق الأزواج كلها ومن كل شيء خلقنا زوجين، من الثمرات زوجين، ما تقولش هي دي بس لا كلها كلها كده. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يمشي الليل والنهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون يعني يفركوا المناظر اللي يشوفوها دي عشان يصلوا إلى الإيه؟ يصلوا إلى لب الإيه؟ إلى لب الحقائق. آية تانية برضه، وكأي من الآيات الآن آية هي وفي الأرض، أعيد اللي احنا عليها بقى، قطع متجاورات. في الأرض قطع، قطعة معناها جزء من كل متحد في العناصر، معنى قطعة يعني قطعة لحم، يعني ايه؟ خدنا حتة لحم من اللحم، يبقى معنى ايه؟ قطع متجاورات. ادي الاعجاز في انها متجاورات، يعني مش الارض عملناها كده عجينة واحدة استطراقية وبتاع، لا ده احنا عملناها علشان مناسبة التربة او الارض لكل طقس، لان في طقس حار، في طقس مثلا معتدل، في طقس بارد، فيها كل حاجة لها ايه. ومن العجيب انها موضوع فيها الاسرار اللي يحتاجها الكائن البشري، لان الكائن البشري هو السيد اللي كل حاجة بتخدمه. ولذلك علماء يعملون لك حزام، الى حزام الموز، حزام الذرة، حزام مثلا القمح، البلاد البرد عايزة حرارة، تاكل مش عارف ايه، الله شغلانة ايه. يبقى كل حاجة ما تجيش مش سايلة كلها ورا بعضها، لا، كل حاجة مناسبة لمين؟ مناسبة لتقصيها ومناسبة لانفعالها. وفي الارض قطع ومتجاورات، قبل الاعجاز بقى، متجاورات. تزرع تقوم تلتفت تلاقي الجرافة بتاع الحتة دي غير الجرافة بتاع الحتة دي، العنب بتاع الحتة دي غير العنب بتاع الحتة دي، القمح بتاع مش عارف فلان، الدورة يقول لك دورة فلان، يقول لك مش عارف، يبقى كل حاجة. ويسقى بماء ايه؟ بماء واحد. يسقى بماء واحد، قال لك العلماء بقى لما يجوا اللي بعيدين عن منطق السماء يقول لك ده فيها عملية الاختيار والانتخاب، تقول لك الاختيار يتطلب مختار، والمختار لازم يكون عقل عشان يفصل دي من دي ويطلع دي ويقول لك دي هي اللي مفيدة، والانتخاب كذلك. تقوم تقول هي النبات البذيرات فيها خاصية ايه؟ طب انت قلت خاصية الاوان لا الانابيب الشعرية، الانابيب الايه؟ قال لك ده النبات بيتغذى بواسطة الانابيب الشعرية. ايه يصير الانابيب الشعرية؟ قال لك الانبوبة من الزجاج اذا كانت زي الشعرة يعني ضيقة قوي يوم تحطها في حوض تقوم تطلع فيها الايه؟ المية، تيجي عن مستوى الاناء فبتطلع من المية عشان تروي بقى الفروع والعصور والورق ولا مش عارف ايه. طبعا يا سيدي اسال النبي، طب هنكذبك فيه وهنجيب اناء ونحط فيه مية وند فيه مواد متعدده ونجيبها فيه واختلطت بالسائل ونحط فيه الانابيب الشعريه، صحيح السائل كسائل هيطلع منين؟ في الانبوبه، انما الانبوبه دي مش هتاخد ماده والانبوبه الثانيه تاخد ماده، كل انبوبه هتاخد ايه؟ كل انبوبه. لكن الشجر مش كده، الشجره تبقى مزروعه بدي تنص الانبوبه الشعريه بتاعتها تنص اللي هي عايزاه وتنص اللي مش عايزاه. يبقى لازم يكون في فاعل مختار، لازم يكون في ايه؟ فاعل مختار. يسقى بماء واحد، الماء هو اللي هيسيل، يسيل المواد كلها. فلو قال المساله زي انبوبه الشعريه كان اللي طلع في كل شجره مثل اللي طلع في الشجره الثانيه.
مين لا ما بيطلعش، هي بتاخد اللي ينفعها بس وتفرض اللي ينفعها. دي بخاصية الايه؟ الانتخاب، ولا بقدرة القادر الذي قدر فهذا؟ قدرة القادر الذي قدر فهذا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.